أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أنه في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى خطت المملكة خطوات رائدة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية من خلال تبني سياسات ريادية في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأداء الحضري المتميز. وأضاف الحمر أن مملكة البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية والاعتراف بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما تم توثيقه في تقرير البحرين مؤخرا للأهداف الإنمائية للألفية 2015. جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها وزير الإسكان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الموئل الثالث، والذي عقد في مدينة كيتو بجمهورية الأكوادور، حيث أكد الحمر أن ما أنجزته مملكة البحرين بتحقيق الأهداف التنموية جاء نتاج رؤية استشرافية عملت عليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، وأن مملكة البحرين دائما ما كانت حريصة على تقديم الدعم اللازم في عدة مجالات، مستشهدا على ذلك بجائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان التي منحتها الأمم المتحدة لسمو رئيس الوزراء الموقر، تقديرا لدور سموه الكبير في تحقيق العديد من المكتسبات في هذا المجال وغيرها من الجوائز التي حصدتها الحكومة الموقرة كشواهد تقدير للمجتمع الدولي لجهود حكومة مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة.